رؤية عامة برضو للمباراة يا أحمد منك ومن جيمي برضو. طبعا البدايات مهمة جدا، بدايات في دوري أبطال أفريقيا. أنت بردان ولا إيه؟ لا لا خلينا هو كان مكسوف في الأول بتقلب ببرد بقى فعلا؟ خلينا أنا افتكرت برد عشان عارف الاستوديو مقفول برد. اتفضل يا أبو حميد. خلينا نقول إن دوري أبطال أفريقيا دايما بيؤخذ على مراحل، مرحلة ما قبل دور المجموعات اللي هي دور ال 32، مرحلة المجموعات ومرحلة النوك أوت. فدي مرحلة بتعتبر صعبة، دايما احنا كنا مثلا بنقابل يعني في اغلب الاوقات كنت بتقابل فرق ضعيفة او فرق مثلا بتبقى مش مصنفة، المرة دي بتقابل فريق يعتبر فريق قوي، هو مش يعتبر هو فريق قوي بالفعل لان هو كان بينافس على الدوري التونسي، حصل على كاس تونس، حصل على السوبر التونسي، فريق محترم علينا باحترامه طبعا، علينا بدراسته بشكل كويس جدا. تملي كمان بنقول ان يعني احنا كمان لسه مغيرين مدرب، فالبدايه معاه هتفرق، يعني لما بيكسب وبيكسب بره ملعبه او يتعادل او يعمل نتيجه ايجابيه هتدي له ثقه، تديك ثقه، بتديك هدوء كتير جدا. فيعني هي طبعا اكيد مباراه صعبه. خليني اقول لحضرتك ان المنستير المدينه اللي احنا رايحينها، معلومات تاريخيه بس كده في الاول، ان المنستير ديت مدينه سياحيه بتبعد 20 كيلو عن سوسه، 21 كيلو بالظبط، ثلث ساعه. يعني سوسه لو نجم الساحلي يعني ممكن ممكن ايوه سوسه نجم الساحلي لو ما لقوش فندق مثلا هنا كانوا ممكن يكونوا في سوسه، بحيث ان هي على بعد 20 دقيقه، مسافه قريبه جدا. الحاجه الثانيه ان المنستير مشهوره جدا ان هي مدينه سياحيه، عندهم مراكز تعليميه، عندهم جامعات كبيره جدا، يمكن عندهم حوالي 31 كليه طب او يعني مشهورين جدا في المراكز التعليميه. سبب تسميه المنستير ايه؟ سبب المنستير ان هم كان عندهم كثره المعابد اللي انتشرت في المدينه، فده سبب التسميه. ان هو كمان دايما بنشوف ان هم بيلبسوا التيشيرت اللون الابيض والازرق، هو اللون ده سموه باسم ابناء الرباط، الابيض والازرق. حتى لو جبنا صوره الفرقه بتاع يعني هنلاقي التيشيرت، النادي ده تاسس عام 1923. ادي قدامنا الفرقه، ده طبعا صوره من المباراه الوديه الاخيره. خلي بالك كمان في نقطه مهمه، تعادلوا مع الترجي ان هم جاهزين، احنا لسه اول مباراه لينا في الموسم. هم لعبوا مع الترجي ماتش ودي تعادلوا 1-1، سجل الهدف انيس بن حتيره، لعبوا ماتشين في دور ما قبل ال 32 سواء خسروا 1-0 وكسبوا 3-0 ذهاب واياب، ولعبوا ماتش في الدوري، فهم جاهزين. يعني هم لعبوا بتاع اربع ماتشات قبل المباراه دي، فهم جاهزين فنيا اكتر، جاهزين بدنيا يعني اكتر مننا في الحته ديت. الحاجه الثانيه كمان ان الفريق ده طبعا فرق التاريخ كبير جدا ما بين الفريق ده وما بين النادي الاهلي. الفريق ده تاسس 61، صعد للدوري التونسي اول مره 61 62 وتاسس عام 1923. المباراه برضو اللي بيزيد صعوبتها هو وجود الجماهير، الجماهير هناك اللي 9000 بس هو 20 اللي بيحضر 9000. ومعانا برضو لو عرضنا الفيديو في المباراه الاخيره، عرضنا الفيديو يا سمير، هنلاقي شكل الجماهير مهم جدا. المدرب برضو الكولر اول مره يتعامل مع الكره الافريقيه، اول مره يشوف الجماهير هناك بقى في تونس، فانت ازاي هتمتص الحماس الجماهيري في اول ربع ساعه دي كل حاجه. يعني ده منظر الجماهير طبعا هناك عندهم، اعتقد ان ده هيزود من صعوبه المباراه، الحماس الجماهيري المشهور. ما اعرفش، انا بشوف، انا شخصيا بشوف العكس مع مع لعيبه النادي الاهلي، مع لعيبه النادي الاهلي هتديهم حماس ودفع، بس طبعا دي بتزود من نوع من صعوبه المباراه. المباراه لما بتلعب بجماهير وان هي بتديهم حماس اكيد طبعا بتفرق معاهم. طبعا